لا يوجد نص في القرآن الكريم يشير إلى المكان الذي قصده آدم بعد أن أخرجه الله من الجنة التي أسكنه فيها، وتشير بعض المأثورات إلى أنه تاه في بلاد الهند أو في جزيرة سيلان، لكن مأثورات كثيرة تقول إن توبته اقترنت بوصوله إلى أول بقعة من اليابسة ظهرت على وجه الأرض قبل ذلك بعصور، إنها مكة وما جاورها. ولعل الأمر يتركز هنا على سهل عرفة الذي يقترن في هذه المأثورات بآدم وحواء. نحن الآن في منطقة عرفات، وهي طبعا من أهم مناطق الحج، الحج عرفة، ويقال بأن هذه المنطقة سميت عرفات، يقال لأن آدم وحواء التقوا فيها وتعارفوا في هذه المنطقة. وهذه أشياء لا نمتلك تأكيدات قوية عليها، ولكن يتداولها الناس. كل ما نعرفه أن آدم عليه السلام حينما هبط به أو أنزل من الجنة وأخرج من الجنة أنه نزل في مكة المكرمة، وأنه التقى مع أمنا حواء عليه رضي الله في جبل عرفات، وذلك سمي عرفات، وجدة تسمى جدة لأنه يقال أن حواء مدفونة فيها عليه السلام. وتشير مأثورات متداولة إلى أن آدم عليه السلام هو الذي بنى الكعبة مع ولده شيث، أو أن الملائكة هي التي بنتها ثم هدمت فيما بعد، إلى أن جاء إبراهيم عليه السلام فكلفه الله رفع قواعدها. وبذلك فإن أهم أثر خالد ما زال قائما منذ عهد آدم عليه السلام هو الكعبة المشرفة، فهي أول وأعظم أثر من آثار النبوة. وإنها الكعبة، البنية هي البناء، فأقام هذه البنية وبقيت وستظل باقية إلى يوم القيامة، وهذا هو أبقى آثار الإنسان على ظهر الأرض، وهو أول ما يسجله وجود الإنسان من صناعة وتقدم وإنجاز. والقصص القرآني لا يورد تفاصيل عن حياة آدم عليه السلام على الأرض، لكنه يروي قصة ابنين من أبنائه لم يورد القرآن اسميهما، وتعرف الناس على أنهما هابيل وقابيل. هذه القصة تتحدث عن أول جريمة ارتكبها الإنسان على الأرض. الشيطان برضو وراء الإنسان، فأغرى الأخ بأخوه، صعد الحقد في قلبه إلى أن قتل الإنسان أخاه، أول جريمة يسفك فيها دم. لا يمكن أن يكون ابني آدم شخصية متجانسة مع بعض البعض في كل تصرف، في كل عمل، وفي كل أسلوب، كلا، بل هذا له شخصية وهذا له شخصية. هذا إنسان هادئ الطبع، وأخاه كان شديدا غضوبا حانقا ربما على أخيه. الدرس الأكبر من قصة هابيل وقابيل هو في سلامة الصدر ونقائه، وتجد ذلك واضحا لما قال هابيل: لئن بسطت يدك إلي لتقتلني، ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. ولا يعرف أين دفن آدم ولا حواء، لكن بعض المأثورات تقول إنه توفي في مكة ودفن في جبل أبي قبيس، وإن حواء توفيت في جدة، وفي هذه المدينة مقبرة تسمى مقبرة حواء. نحن الآن أمام مقبرة أمنا حواء في مدينة جدة. طبعا أبو البشر آدم لا نملك إلى الآن معلومات قوية جدا أين دفن، يقال في الهند ويقال في أي مكان آخر، يقال أقوال كثيرة، ولكن بالنسبة لمقبرة أمنا حواء اشتهر منذ القدم أن هذه في مدينة جدة هي مقبرة أمنا حواء. ويقال بأن مدينة جدة مأخوذة من جدة، هي جدة البشر، أو وجدوا آدم وحواء نفسهم في هذه المنطقة.
ولا يستبعد أن تكون هذه مقبرة أمنا حواء لأنها بالقرب من مدينة مكة، وكلنا نعلم أن آدم وحواء لهم ارتباط في مكة وفي منطقة عرفات، والمكان ليس بعيد. هذه هي المقبرة، هي في وسط مدينة جدة بالقرب من البحر في هذا الاتجاه الغرب، البحر الأحمر، ومن هذا الاتجاه هو الشرق، مكة المكرمة وشرق مدينة جدة، هنا جنوب مدينة جدة وتقريبا قلب المدينة يقع من هذا الاتجاه قلب مدينة جدة، وهنا الشمال هنا في اتجاه المدينة المنورة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام. والله والعبد مالك الأمور خير الله، والعبد مالك في الأمور خير الله. ومما أثير في الجانب العقائدي من قصة آدم تساؤل طرح كثيرا في كتب التفسير وفي بعض الكتابات القديمة والحديثة عن نبوته، فهل كان نبيا أم رسولا، ولمن أرسل إذا كان الأمر كذلك؟ آدم عليه الصلاة والسلام نبي مرسل، لأن الله سبحانه وتعالى كلمه، والتكليم من الله سبحانه وتعالى للبشر هنا تكليم النبوة. ثم أن الله عز وجل قال ثم اجتباه ربه، والاجتباه هو للأنبياء، فهو نبي مرسل. وبالنسبة لرسالته هو مرسل إلى أولاده، لم يكن لهم قبيلة يتحدث معها ويدعوها، إنما كان له أولاده مرسل إليهم. ما كانش في زمن آدم قوم، فآدم نبي رسول ضمن عائلة، ضمن الزرية أولاده وبناته، فهو رسول إلى هؤلاء، وهكذا هو حتما أول نبي وأول رسول. إن قصة آدم بجوانبها كلها، من الخلق إلى تعليم الأسماء إلى الابتلاء والمعصية والتوبة، تحفل بكثير من المعاني الكبرى، بل هي في جوهرها سلسلة من المعاني والدروس عن الإنسان ووظيفته في هذه الحياة.